ذاكر لله طالب الله مريد الله. ناس مجتمع، يعني مجتمع كمجتمعنا مثلا، مجتمع مسلمين يصلون يزكون يحجروا، لكن الطالب لله قليل. الطالب لله في المجتمع قليل. هذا الطالب لله سموه مريد لله. فأول المريد أول ما يعرف الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يفتح له باب قربه، يعرفه بولي من أوليائه أو حبيب من أحبابه. هذا الباب الاصطفاء الأعظم، أن الله سبحانه وتعالى يجيبك لعند ولي من أوليائه أو حبيب من أحبابه. ده لا يمكن الإنسان أن يعرف مدى هذه النعمة. لا تظن بأن الأمر بسيط، والله كنا التقينا بشيخ وجلسنا الشيخ، ده الشيخ جلست بقدرتك باجتهادك يعني ما هو الشيء الذي فعلته لتستحق معرفة الشيخ؟ يعني بأي حق أن الله سبحانه وتعالى يعرفك بحبيب من أحبابه؟ هذه النعمة. والأعظم من هذا أن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبك أنه طريقك إلى الله. ده ما هو استحقاقك وجهدك في الموضوع؟ ولا شيء. إذن لما تلتقي بباب من أبواب الله، من الذي وفقك؟ الله. من الذي حببك؟ الله. من الذي جذبك؟ الله. لا استحقاق ولا عمل ولا عبادة ولا طاعة ولا شيء يجعلك تستحق هذا الاصطفاء. إذن الفضل فضل الله. إذن هل أنت الذي طلبت الله أم هو الذي طلبك؟ يعني هناك إرادة، نحن نقول مريد، المريد يريد الله، لكن الحقيقة من الذي يريدك؟ من الذي يريدك؟ الله. الله هو الذي طلبك، لكن ما هو السبب حتى الله سبحانه وتعالى طلبك؟ الله أعلم. لأن في الحياة نحن نرى أمر بسيط من الأمور، أما الحقيقة الكبرى والعظمى هذه لا يعلمها إلا الله. يعني حتى تبحث في السبب هذه أمور تخفى عنك. رضي الله عن سيدي الشيخ رجب، مرة قلت له سيدي عندهم مثل في سوريا، قلت لكم هذه القصة، سيدنا شنو لم الشامي على المغربي، هذا ما كيقولوا شنو إلا شافوا شي جوج ما عندهم تصل أو ملاقين كيقول لك شنو لاقى هذا بهذا شنو. عندنا شي مثل في المغرب كيقول نفس الشيء أظن، كيقول لك شنو
الشيخ قلت لي سيدي شنو لم الشامي على المغربي؟ يعني انا قلتها بسبيل المزح، لكن الشيخ رضي الله عنه قال لي بغيتي يا ولدي تعرف اشنو لم الشامي على المغربي؟ اجي نقول لك. فقال لي الشيخ السبب الذي لم الشامي على المغربي، قال يا ابني كذا 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 كذا، والله أمور لا العقل لا يتحمل، العقل لا يتحمل. أنت تظن أنني كنت التقيت بفلان وسافرت والتقيت كذا وتعرفت على الشيخ، كله أفلام، ده فقط للديكور، أما الحقيقة حقيقة لا يعلمها إلا الله. أمور كثير حقائق لا تظهر إلا يوم القيامة، حتى تعرف حقائق ما عشته في هذه الحياة. هذا المريد لما يظن يقول أنا مريد، ده سيدي أبو يزيد البسطامي قال كنت غلطت أخطأت في بدايتي في 4، قال كنت أظن أنني أذكره لأنني اكتشفت أنه هو الذي يذكرني، قال كنت أظن أنني أطلبه، كنت أطلب أنني أحبه وأريده، لكن هو الذي يطلبني وهو الذي يحبني. إن الله سبحانه وتعالى يقول يحبهم ويحبونه، من الذي أحب الأول؟ الله، لأن هو أنت أحببته لا قدرة لك. إذا الله سبحانه وتعالى لما يمن على المريد ويسلك هذا الطريق ويوصل لهذه الحقيقة، هذه غاية المعرفة. لما يكتشف الإنسان حب الله له وإرادة الله له وقدره عند الله، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، لو يعلم العاصون المدبرون مدى شوقي لهم. الله سبحانه وتعالى لما يشوف المدبر ويشوف العاصي يشوف اشتاق، يريد عبده أن يعود إليه، أن يتوب إليه. لكن الله سبحانه وتعالى حتى يتم النعمة على العبد ينسب الفضل، فضله ينسبه لعبده، هذا المبالغة في التودد والمحبة. هذا ماشي، احنا كنقولوا كلام لكن كحقيقة أن الله سبحانه وتعالى صاحب الفضل وصاحب الخلق وصاحب الأمر، آخر شيء ينسب فضله ينسبه لعبده. أقول لك أنا ما عملت والو، أنت الذي عملت وأنت الذي اجتهدت وأنت الذي صليت وأنت الذي ذكرت وأنت الذي شوف هذا العقل هنا لا يمكن أن يدرك ولا أن يفهم، العقل هنا يتوقف. احنا نسمع كلام، لكن اللي خلينا نتحمل هذا الكلام هو جهلنا بالله. جهلنا بالله. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لأبي، قالوا يا أبا المنذر إن الله أمرني أن أتلو عليك، أن أقرأ لك. قالوا الله أمرني أن أقرأ عليك، أظن ويل للمطففين. قالوا نعم يا رسول الله، الله
ذكرني باسمي، قال لي انا باسمي الله، قال لي عرفني وذكرني باسمي، قال له نعم باسمك، امرني ان اقرا عليك. من هذا العبد؟ ماذا شنو عمل حتى الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا محمد قل يا محمد قل لفلان اقرا عليه القران؟ كان رضي الله عنه يحب القران وحافظ للقران. هذا القدر وهذا التشريف يصل مبالغة في هذا التعظيم لقدر العبد، حتى الله سبحانه وتعالى لا يظهر منته على عبده وينسب الفضل. الآية قال الذين اهتدوا زادهم وآتاهم، آتيناهم فيها منا. آتيناهم فيها منا حتى لا يظهر منته على العبد، لا يمن على العبد. قال آتاهم، الله آتاهم. ومن المتكلم؟ يتكلم عن من؟ عن الله. فلا يتكلم بآتيناهم حتى لا يظهر منته عليهم، ما يمنشأ عليهم. قل الله آتاهم وهو الله. هذا أنا لا هذا شيء، هذا لا إله إلا الله. لو الإنسان يتتبع كلام الله ويشوف براكين المحبة للعبد، لكن العبد نظروا فين؟ نظروا لمن خاره، شوف فقط، لا يعلم فقط. يا ربي علاش هكذا؟ ولماذا هذا؟ ولماذا أتم مسكين؟ لا يعلم أن المحرك، محرك تقادير الله، هو الحب. إذا فتح الله عليك في الدنيا أدركت حكمة، وإن لم يفتح عليك في الدنيا في الآخرة تدرك حكمة. كل شيء أزعجك وكل شيء نغصك، كل شيء لم تقبله، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول لك عبدي أنا فعلت بك كذا لأجل كذا وكذا وكذا، وكله محبة. لله المثل الأعلى. الأب لما يضرب ابنه عداوة كرها ماذا يضربه؟ ممكن يكون يضربه وهو يتقطع، لكن لازم يشعر بأنه لازم أنه يكون تأديب للولد. يعني الله لله المثل الأعلى، لكن ممكن يترك الولد لا يكلمه ولا يربيه ولا يضربه ولا شيء، يكون هذا حب؟ ها؟ ليس بالحب. هذا يجب على المؤمن يوقن بأن الله يحبه، أن الله يحبه، وأنه بيده ملكوت كل شيء. فمريد لله لما الله سبحانه وتعالى يفتح ويكشف له هذه الحقائق، هذا يظن أنه يحب الله. المحبة لله إنما هنا العجز، العجز عن إدراك مدى حب الله له. لو يقولون لهذا القدر الله يحبني، ده لما الله سبحانه
فضل عليك، خلقك مسلم، خلقك أولا، خلقك أوجدك وخلقك مسلم وجعلك في أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفك بأولياء الله وحببك فيهم، هذا أنت من صفوة خلق الله. يا سيدي، سيدي أظن الجنيد أو أبو يزيد يقول: الاعتقاد بطريقتنا ولاية صغرى، الاعتقاد بطريقتنا ولاية صغرى. يعني من قال هذا الولي، هذا بابي إلى الله، يأخذ بيدي إلى الله، هذا قال هذه ولاية صغرى. لكن أنا أقول هذه ولاية كبرى، هذه الولاية الكبرى. لما أعطاك وأعطاك وأعطاك لأوصلك إلى عندهم، أنت من المصطفين، من المصطفين. سيدنا موسى عليه السلام وهو كليم الله قال: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. لا أبرح، يعني لا أترك ولا أتوقف ولا أكل ولا أمل حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي، يعني لو أمضي وأمشي سنين حقب حقب من الزمان حتى أصل إلى مجمع البحرين. مجمع البحرين هذه السارة يريد مجمع البحرين حتى أبلغ ماذا؟ شيخي، ذكر المكان ليدل عليه صاحب المكان. لا أبرح، ترك النبوة وترك الرسالة وترك الدعوة وترك قومه وترك أمته وترك بنو إسرائيل اللي قطع فيهم البحار وترك كل شيء. الشيخ هذا نبي، هذا نبي ترك كل شيء لأجله. هذا الله سبحانه وتعالى لما تكلم على سيدنا الخضير ما قال؟ قال: عبدا من عبادنا. اختلفوا، قالوا: عبد هل نبي أو فقط ولي؟ هذا اختلاف، ولي أو نبي. لكن الله سبحانه وتعالى لا ذكر أنه نبي ولا ذكر أنه ولي، فالله سبحانه وتعالى خلاها مبهمة. الناس تقول هادو يجتهدوا هادو يجتهدوا، هادو يقول لا هذا عبد، لأن العبد لما تقال تقال للنبي وكذا ويجيبوا، وهذا أصحاب اللي يقول لك لا لأنه عبد غير النبي هذا ولي كذا كذا. الله سبحانه وتعالى ذكرها مبهمة، فلما أنت تريد، لو أراد الله أن يظهر حقيقته لقال نبي من أنبيائنا أو ولي من أوليائنا، لكن قال هو الله، قال عبد، فأراد الله أن يتركها مبهمة. فلما أنت تريد أن تحدد، أنت تريد أن تفسد على الله مراده، تريد أن تفسد على الله مراده. الله من حكمة الأمر أنه قال عبد، يعني عبد من عبادنا، يعني لا يهم إن كان نبي ولا يهم إن كان ولي، المهم أن الله سبحانه وتعالى آتاه رحمة وعلمه علم، عنده العلم والرحمة. هذا الله يجعلهم لنا ولا يجعلهم علينا. سيدي أبو الحسن الشاذلي كلمة يقول: ضررنا أكثر من نفعنا. تعرف هذا القول سيدي محمد؟ سيدي أبو الحسن الشاذلي يقول: ضررنا أكثر من نفعنا. قال: يا شيخنا لا شك تقول يعني اللي يعرفونا ويعرضوا عنا أكثر من اللي يعرفونا
ويلزمونا. فإذا ذرينا الخلق، هذو اللي شافونا وأعرضوا وتركوا، هذو السبب في أداهم. نحن يقول ضررنا أكثر من نفعنا، لهذا الله يجعلهم لنا ولا يجعلهم علينا، ويثبتنا على محبتهم وعلى عهدهم حتى نلقاهم يوم القيامة. وجزاكم الله خيرا.